بدت هناك بدت. أنا ذا أناظر هذه الأجواء الحالمة. الأجواء الحالمة هنا في شلالات إكسبو 2020، مكان راحة جدا للأطفال والعائلات، وهاهم المهند والبكسن ينتشرون في كافة الأرجاء والبقاع. إنهم يناظرون الأجواء. يا لجمال هذه الأجواء. ها وين حور؟ ها انت وين سافرتي؟ ها وين هالمكان حور؟ ها هلا حور، وشاهدوا وناظروا ما هذا الإعصار الرهيب الذي يفتح الأروقة. الله 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 الله. أنا والآنسة الفاضلة نور نناظر ونترقب ونطالع هذه الأجواء. حرارة عالية جدا في المكان، مسكرينه. الصبح مفتوح ها؟ لما توصل حرارة 40 تقريبا يتسكر هني. الحرارة عالية صراحة في دبي عندهم. هنا في جناح الاستدامة حيث يرتاح الكثير من الزوار وأصحاب الاختصاص هنا لأخذ قسط من الراحة قبيل استكمال بقية الأجنحة والفعاليات المصاحبة. وجناح الاستدامة إن شاء الله بنزور الجناح النيوزيلندي والأسباني. هنا يتم تعبئة المياه العذبة كحال ديزني لاند وغيرها. شوف سنتر 2 في جناح آنسة حصة هنا في أريبيان تي هاوس في قلب إكسبو. في قلب إكسبو شو رأيك؟ أجواء شوي حارة صح؟ أجواء حارة؟ بس المكان شو رأيك فيه؟ زين؟ مناسب؟ ما بمناسب عشان في مسرح الإكسبو حيث أقيم حفل الافتتاح المبهر وسط هذه المنصات والساحة الرائعة جدا. ما هذا الإعصار الذي يشتل حركة الزوار هنا في إكسبو؟ إكسبو فيها كل شيء، تعالوا لا تنسون اللايك صحوا.
المكارم ها نحن ذا في ركن الطعام الأفريقي. نعم لا أدري ما الذي أتى بنا إلى هنا سوى الصراخ الطفل رضيعنا الحمداني. نعم صراخ الحمداني قادم. عندنا أخو بعد الأفريقي يا عم الصخب والهرج والمرج. شاهدوا هناك في هذا الجسر المرتفع يصورون ويناظرون، وهنا شركة طلبات وريبوتات حقيقية فعلا كما تقول الآنسة حصة. ولا نعلم ماذا نفعل هنا وسط هذا الهرج والمرج. هنا من الخلف راشد أدفنشر، وهنا حديقة اليوبيل كما تشاهدون أمامكم. هنا الجناح الإسباني. يلا هنا الجناح الإسباني، يازلنا هنا عالقين متسمرين ناظرين. هذه هي بداية الجناح الإسباني. هنالك بعض الأماكن يمنع بها التصوير في الجناح الإسباني. نعم كانت خمر أغسطس ممنوع بها. رائع جدا جدا هنا الجناح الإسباني. رحنا بالفيلم كان سحور تريا ألم بس ما في فاح. أيوة ما عندنا فراخ. أنا سحصة اختلط عليها البقر، ذكرت أن استوى في الليل. لازلنا في الإسباني. شاطئ قريب بلاد الباسك. لازلنا وإياكم في الجناح الإسباني، وهذه المشاهد من مرموز هذه الدولة العظيمة. هنا الكافيه، مع نهاية زيارة كل دولة لازم تكون في محل أو كافيه. ضيفونا الأحبة من رومانيا هذه المياه العذبة من معادن الذهب والفضة.